طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من الموقع بوست، دراسة تقول 15 وسيلة إعلامية مغلقة منذ سقوط صنعاء. ومن عدن الغد، تجهيزات لتصدير أول شحنة نفط من شبوة إلى عدن. والعربي الجديد تقول الريال اليمني يستمر في التهاوي إلى مستويات منخفضة. أهلا بكم معنا إلى جولتنا اليومية بين أهم ما تداولته المواقع الأخبارية التي أصبحت البديل عن الصحف الورقية التي أغلقتها ميليشيات الحوثي في صنعاء ولاحقت العاملين فيها. ونبدأ من دراسة تؤكد أن حرية الإعلام شهدت انتكاسة كبيرة منذ اقتحام الحوثيين صنعاء. وقال الموقع بوست إن دراسة مسحية أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أظهرت أن حرية الإعلام في اليمن شهدت انتكاسة كبيرة منذ اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء ومهاجمة عدد من وسائل الإعلام. وأشارت الدراسة إلى أن إعادة فتح 20 وسيلة إعلامية بعد إغلاقها، في حين لا تزال 15 وسيلة إعلامية أخرى متوقفة منذ العام 2014. ويتابع الموقع، سجلت الدراسة 22 قناة فضائية يمنية حكومية وخاصة وحزبية حتى نهاية العام 2017، منها 18 قناة تبث من خارج الأراضي اليمنية وقنوات تبث من داخل اليمن، وهي قنوات حكومية تستخدمها الميليشيا لصالحها. وشهدت الصحف الورقية والمجلات انتكاسة كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، فقد توقفت 13 صحيفة ومجلة ورقية عن الصدور في الوقت الذي شهدت مدينتا عدن ومأرب انتعاشا في إصدار الصحف. إلى أبرز وأهم عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب، وعنونت الصحيفة: انهيار غير مسبوق للريال وبن دغر يتحدث عن استقرار سعر الصرف، ووزير الخارجية يقول أيام الحوثيين معدودة ولا خيار أمامنا إلا العمليات العسكرية. ومن العاصمة المؤقتة، قتلى وجرحى في هجوم مسلح استهدف مخيما لنازح الحديدة بعدن. وعنوان أيضا ميداني، مصرع 10 حوثيين وجرحى آخرين بعد إفشال عملية تسلل في قانية. وأخيرا من محافظة حجة، الجيش ينزع 200 من الألغام زرعها الحوثيون في قريتين بمديرية حيران. الرئيس في عدن وعلى مسافة قليلة من معتقله الجديد في قصر المعاشيق، قتلت ميليشيات الإمارات 2 من نازح الحديدة وأصابت العديد منهم. هذه الجريمة الفظيعة يفترض أن يهتز لها عرش العالم قبل عرش اليمنيين. هكذا بدأت الناشطة الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المشهور في بلقيس بعنوان الرئيس هادي والتحرر من الوصاية الخليجية، وتضيف كرمان في جزء من المقال: قتل أثناء تواجده في الأيام القليلة 3 من الخطباء ضمن سلسلة قتل الخطباء الذين لا يروقون للإمارات واستبدالهم بآخرين من فصيلة هاني بن بريك الموالي لها. ومع أن وجود الرئيس والحكومة في عدن يقدم تطمينا للشعب ويعد أمرا بالغ الأهمية، إلا أنه سيبقى مجرد معتقل داخلي ولن يختلف كثيرا عن معتقله في الرياض طالما ظلت قوات الاحتلال الإماراتي السعودي تستولي على المطارات والموانئ والمنافذ والمؤسسات الأمنية والعسكرية وتبقيها بيدها وبيد ميليشياتها. الرئيس في عدن: هذا أمر جيد طالبنا به كثيرا، لكن عليه أن يشرع في الخطوة التالية: توقف عن الإشادة بقرار تدخل التحالف وأنهم تدخلوا لمساندة حربك من أجل استعادة الشرعية، فهذا فضلا عن كونه غير صحيح، إذ أنهم من أعلنوا الحرب وسمعتها معنا من القوات ووكالات الأنباء، فهو يشرعن لعبثهم الحاصل في اليمن ويمكنهم من المضي في الاستمرار وارتكاب المزيد، والأسوأ من ذلك يفقدك كل أوراق الضغط. توقف عن تقديم الإشادة وطالبهم الآن بتسليم كل المؤسسات في المناطق المحررة من سيطرة الحوثي بما فيها تمكينك من مصادر النفط والغاز، قبل أن تطالب بتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، والتي فضلا عن كونها إذا حررت من سيطرتهم
فلغير سلطتك وخارج شرعيتك، فسيضع العالم الآلاف من الخطوط الحمراء أمام اقتحامها كما فعل في الحديدة، ومعه كل المبررات وكامل الحجة في ذلك. إذ كيف يمنح الرضا والمشروعية الدولية لحرب تفضي إلى تسليم المناطق الانقلابيين جدد وهيمنة ووصاية خليجية، وتمضي في إحالة اليمن إلى دويلات تسيطر عليها ميليشيات متصارعة، كما حذر آخر تقرير للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، ولديهم كامل التفاصيل حول ما يحدث. مدينة بلا ذهب، هكذا بدت محافظة إب الأيام الماضية. وسبب وفقا لموقع المصدر أونلاين أن ميليشيات الحوثي ضيقت على البائعين، وعنون الموقع إغلاق محلات الذهب في إب بسبب ابتزاز الحوثيين للتجار. وقال الموقع دفعت ممارسات الحوثيين وابتزازهم لتجار الذهب إلى إغلاق محلاتهم في مدينة إب عاصمة المحافظة وسط اليمن. وقال مصدر محلي المصدر أونلاين إن ميليشيا الحوثي المسلحة فرضت إتاوات كبيرة على ملاك الذهب تحت مسمى دعم المجهود الحربي. وأوضح المصدر أن ابتزاز الحوثيين دفع أصحاب وملاك محلات الذهب إلى إغلاقها احتجاجا على ما تقوم به الميليشيا، خصوصا مع مطاردتها لعدد من المالكين. وبحسب المصدر فإن الحوثيين فرضوا غرامة مالية تقدر بمليون ومئتي ألف ريال عن كل كيلو ذهب. يتحدث موقع عدن الغد عن حدث يمكن أن يحسن من الوضع الاقتصادي في البلد ويحافظ عليه من الانهيار. ويعلق الموقع تجهيزات لتصدير أول شحنة نفط من شبوة إلى عدن. وقالت مصادر حكومية لصحيفة عدن الغد أن سفينة شحن نفطية تستعد لشحن حمولة نفطية من محافظة شبوة صوب مدينة عدن. وقال المصدر لصحيفة عدن الغد أن السفينة وصلت ميناء النشيمة النفط يوم الاثنين بهدف نقل كمية من النفط الخام صوب مصافي عدن. وأوضح المصدر أن هذه الكمية تعد الأولى التي يتم تصديرها من شبوة عقب استئناف عمليات التنقيب عن النفط مؤخرا. السفير اليمني لدى لندن ياسين سعيد نعمان كتب مقالا بعنوان الحرب والأزمة وتكوينات ما قبل الدولة، تحدث فيه عن عودة العصابات الضيقة. وقال في جزء من المقال الذي تنشره بلقيس: سيجد الجنوب نفسه في مسار خرافي إذا ما تخلى عن مدنيته التي اكتسبها مع الزمن وكانت سببا في وحدته. لا يجوز أن يفكر الجنوب أو أي جزء من اليمن بعد هذا المشوار الطويل من الصراع والمعارك والتضحيات من أجل بناء الدولة المدنية أن يعود إلى إحياء تكوينات ما قبل الدولة، كتعبير عن حالة الإحباط التي تسود المجتمع ليبدو وكأنه أمام خيار مقبول للعودة إلى ما قبل الدولة. في كل الأحوال لا تقدم الاستعانة بهذه التكوينات لمواجهة تحديات ظروف فشل الدولة فرصا جوهرية للنجاح، وخاصة حينما تجسد العودة إليها اعترافا على نحو خاطئ بأفضليتها على الدولة. هناك حلقات وسيطة تكونت في المسار العام لبناء الدولة وهي منظمات المجتمع المدني، لا يجب إهمالها عندما يتعلق الأمر باستعادة المبادرة للخروج من المأزق السياسي حتى وإن كانت في حالة الضعف التي هي عليه، وهي في الجنوب حاضرة في الوعي الاجتماعي رغم كل المحبطات التي يمر بها. تاجه الجنوب واليمن عموما هو التوجه نحو الدولة دون أن نمكن تكوينات ما قبل الدولة من أن تعيد إنتاج نفسها كبديل أو كمعادل لهذه الدولة. تداعيات الحرب والأزمة ستنتج معادلتها على الأرض وداخل المجتمع، ومنها الحنين إلى تكوينات ما قبل الدولة، غير أنه يجب ألا يسمح بتوظيفها سياسيا لتقويض مشروع الدولة الذي وحده سيحمي الجنوب من التفكك ويضعه في المكان الذي يستطيع معه أن يقرر خياراته السياسية. قال رئيس اتحاد اللاجئين بماليزيا محمد الرضي لقناة كي بي إس التلفزيونية الكورية إن اليمنيين تفاجأوا بوجود مظاهرات ضد لاجئين يمنيين في جزيرة جيجو الكورية، مشيرا إلى أن الكوريين في نظر اليمنيين انموذج للتعايش الحضاري وليسوا عنصريين. موقع رأي اليمن أعاد نشر مقتطفات من الحوار، حيث يقول الرضي أن عدد اليمنيين في ماليزيا تجاوز 20,000 شخص وهم موزعون بين طلاب ولاجئين ومقيمين رسميين. وعن اليمنيين المتواجدين في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية قال إنه لا داعي للخوف منهم، وحقيقة الأمر هو أن الناس في ماليزيا واصلوا
أو وصلوا لمرحلة عدم تحمل الوضع القائم، لأن معظم من رحل إلى ماليزيا كان على أمل أن تنتهي الحرب قريبا، لكن الحرب دخلت في العام الرابع فذهب عدد منهم إلى كوريا. كما لا توجد أي بوادر في الأفق تبشر بنهاية الحرب في الوقت الحالي أو في القريب العاجل، لأن الحرب كما هو ملاحظ تديرها أطراف عدة وتدار لأجل مصالح دول وأطراف دولية، وهي من ترسم مسار الحرب، ولا تبالي تلك الأطراف بما وصل إليه الشعب اليمني من مآس ودمار. ولهذا فاليمنيون في الداخل والخارج وصلوا لقناعة أن الحرب مطولة أو مطولة، ويفكرون بالخلاص بأي شكل من الأشكال ولأي مكان يجد فيها الإنسان نفسه وكرامته ولقمة عيشه. وكما رحل الناس لكوريا فقد رحل الكثير وبطرق عدة لدول كثيرة من العالم وليس لكوريا فقط. بعد الفاصل سنواصل معكم باقي فقرات برنامج كشك الصحافة المتنوعة، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد ومستمرون معكم في متابعة ومطالعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والفرنسية في الشأن اليمني، ونبدأ من صحيفة العربي الجديد والتي تقول إن الريال اليمني يستمر في التهاوي متراجعا إلى ما تصفه الصحيفة مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار، وسجل الريال أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات. صرفونا ومتعاملون قالوا لي العرب الجديد إن سعر الصرف ارتفع إلى 515 ريال مقابل الدولار في عدن و135 ريال مقابل السعودي، فيما وصل سعر الصرف في العاصمة صنعاء إلى 505 ريالات للدولار و133 ريال مقابل السعودي. ويعتبر التراجع الحالي أكبر هبوط للعملة اليمنية منذ بداية الحرب، ما ينذر بانهيار اقتصادي وبارتفاع لأسعار السلع المستوردة والوقود. وقال مسؤولون في شركات الصرافة بمدينة عدن للعرب الجديد أن المصارف التجارية وشركات الصرف أو الصرافة تدرس قرارا بإغلاق أبوابها وإغلاق وإعلان إضراب شامل لمطالبة الحكومة بضبط سوق الصرف ووضع حد لتقلبات في أسعار الصرف. نشرت صحيفة التايمز مقالا ترى فيه كاترين فيليب أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة العصا بلا جزرة وأنها لا تسعى إلى الحوار. تقول كاترين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى السلطة وهو يرغي ويزبد بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعدة أسباب، لعل أبرزها أنه من إنجازات سلفه باراك أوباما، ولكن الاتفاق مع كوريا الشمالية لا يزال ينتظر التجسيد. ومهما اعتقد ترامب أنه فعل، فحسب الكاتبة فأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون رفض اقتراحا بإجراء محادثات جديدة. وترى أن خروج ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وإقراره عقوبات عليها بداية من نوفمبر دليل على أنه ينتهج سياسة العصا بلا جزرة وأنه لا يسعى إلى الحوار. فالولايات المتحدة تريد إرغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي وكذلك تغيير سلوكها في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تشجيع الاضطرابات التي قد تؤدي إلى تغيير النظام. من الغرب ومن الشرق تحت هذا العنوان كتب اللبناني سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا في جزء منه. بدأت الحركة الصهيونية العمل من أجل وطن قومي في فلسطين منتصف القرن 19، وفوجئنا بالأمر منتصف القرن 20، وأطلقنا على المفاجأة الأولى اسم النكبة، ودام الاسم ساري المفعول حتى عام 1967 عندما تعدى الاحتلال فلسطيني إلى مصر وسوريا والأردن. ويومها قال الرئيس عبد الناصر في سبب النكسة: انتظرناهم من الشرق فجاءوا من الغرب، مفاجأة. منذ أيام ديفيد بن غوريون والإسرائيليون يتحدثون عن دولة قومية لليهود، ويا لهول المفاجآت، فهي لا تكف ولا تكن. ظل الفارق واحد لا يتغير بين الحركة الصهيونية وبيننا، هم يخططون ونحن نفاجأ.
عندما قامت حرب 48 قلنا إن سبب الهزيمة هو الخيانة العربية والأسلحة الفاسدة، ربما كانت هناك خيانة وكانت هناك أسلحة فاسدة، لكن المفاجأة التي لا نأتي على ذكرها حتى الآن أنه كان بين المهاجرين اليهود يومها من العلماء والمهندسين والفنيين أكثر مما في المشرق العربي برمته. نحن كان لدينا فائض من الخطباء والمخبرين ووعاظ السلاطين، قرأت خبر الدولة اليهودية مثل أي خبر آخر من كوارث النهار، فقد نحاسة المفاجأة منذ أن انتظرناهم من الشرق فجاءوا من الغرب، أو العكس لا أذكر. فقدناها منذ أن قررت منظمة التحرير البحث عن فلسطين في عمان وبيروت، ثم منذ أن درجت العادة على أن يقتل جيش الدفاع الإسرائيلي 1000 غزاوي لقاء كل جندي فلسطيني، ومنذ أن اكتشفت إيران أن طريق القدس لا يمر فقط في جنيع بل أيضا في اليمن وجيزان وحلب والبصرة ومضيق هرمز وصولا إلى الدار البيضاء من أجل أن نستعيد فلسطين، قرر الثوريون تقليد النموذج السوفيتي في آسيا الوسطى وأوروبا الوسطى. أكدت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل كما نقلت عنها صحيفة البيان بأن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا، وميركل تقدر مسعود أوزيل وتحترم قراره باعتزال اللاعب دوليا، وذلك بعد إعلان مسعود أوزيل المنحدر من عائلة كردية مهاجرة من تركيا وضع حد لمسيرته مع منتخب المانشيفت الألماني بسبب أجواء التمييز العنصري التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي. وتعرض مسعود أوزيل لانتقادات لاذعة بعد خروج منتخب ألمانيا مبكرا من دور المجموعات لبطولة كأس العالم التي أزل الستار عليها في الخامس عشر من يونيو الجاري في روسيا. وأصدر مسعود أوزيل بيانا قال فيه: بالنسبة لي التقاط صورة مع الرئيس أردوغان لا يمت للسياسة أو للانتخابات بصلة، بل له علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي. وأضاف: المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الألماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص ألمانيا، أشعر بأنني غير مرغوب فيه، وأعتقد أن كل ما حققته من مشاركتي الأولى مع المنتخب الألماني في 2009 تم نسيانه. انتشر تحدي رقصة كيكي بين مشاهير ونشطاء عبر مواقع التواصل في الأيام الماضية، وهو كما توضح صحيفة الشرق الأوسط الرقص خارج السيارة أثناء سيرها بعد النزول منها، ويقوم سائقها بالتصوير وفي الخلفية أغنية In My Feeling لمطرب الراب الكندي ديريك التي أطلقت العام الحالي. وحقق تحدي رقصة كيكي انتشارا واسعا بعد أن أداها مقدم البرنامج الكوميدي شيغي عبر انستغرام، وتبعه الفنان العالمي ويل سميث من أعلى جسر بودابست في المجر. وقد انتشرت حمى رقصة كيكي في البداية عبر هاشتاغات على مواقع التواصل، وحل هاشتاغ كيكي بين الأكثر تداولا بموقع تويتر في العالم العربي. مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ببلدان عربية شاركوا أيضا في التحدي مع بعض الإضافات التي لم تخلو من الفكاهة أحيانا. نبدأ جولتنا المصورة لهذا اليوم من صور لممرضتين من اليمن تحاولان وزن رضيع مصاب بسوء التغذية بطريقة بدائية، وقد نشرتها صحيفة الديلي تلغراف، بالإضافة إلى صور لحرائق اجتاحت الغابات بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وأخرى سياسية نتابعها معكم. نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير، وقد تم نشر هذه الصور في عدد من الصحف. نتابع:
بهذه الفقرة من الصور الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم في أمان الله.